اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. سؤال لي اليوم هو كيفاش نرجع الحماس في القراية، وغندوي فيه على مجموعة من الحوايج. دونك بقاو معايا في هذا الفيديو، نتلقى مور الإعلان. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو، أي واحد عنده أولى باك علمي، عنده سيزيام علمي أو لا باك حر علمي، كنصحو يشتري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها نقاطات في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. من بين اكثر الحوايج اللي كيخليوك يعني مكمل في واحد الطريق في شي مجال كما بغى يكون، سواء قراية سواء شي مجال عزيز عليك، كرة يعني داك المجال اللي انت خدام فيه بالضبط، على حسب فاش خدام انت يا بالضبط. بعض المرات كتفقد الحماس، يعني كتكون غادي بادي، ولكن من بعد تتفقد شوية بشوية الحماس في شي حاجة. وهنا غنوقف عند واحد النقطة ديال ما تديرش حاجة وحدة في حياتك. ما تخلقتيش باش تدير القراية بوحدها، ولا باش تلعب كرة بوحدها، ولا باش تاكل ماكلة كل نهار. نهارك قسمو على بزاف ديال المفاجآت، راه ما عمرك تفقد الحماس إلا كنتي عندك واحد النهار عامر بالمفاجآت. نهارك كيفاش خصو يكون؟ ما خصوش يكون روتيني. واخا تسمع روتين اليومي، هذيك القضية خايبة بزاف ديال الروتين اليومي، حيت عامرة بواحد الحاجة سميتها الملل. الحاجة اللي خصها تكون هي الديسيبلين في بزاف ديال الحوايج، هذا هو اللي غيخليك ما تفقدش الحماس. انا نعطيك واحد البلان بقا ديرو في نهارك نتايا باش ما عمرك تفقد الحماس في شي مجال كيما بغى يكون. بغيتي تمشي في شي مجال مزيان، اعطيه وقته في النهار، ما تعطيهش النهار، اعطيه وقته في النهار. فيق، سير جري مثلا، رجع قرا شي شويه شي حاجه، سير لعب مع اصحابك البلاي ولا شي لعبه، رجع سير تفرج لك في شي فيديو فيه شي حاجه علميه ولا شي حاجه ديال الانترتينمنت ولا المهم كما كانت، رجع سير مثلا تفرج في شي فيلم، رجع سير كمل القرايه ديال شي حاجه خليتيها، رجع سير دير شي بلان اخر. هكا غادي تكون درتي واحد النهار عامر بالمفاجآت، وفي نفس الوقت غتبقى بنفس الحماس لذاك السلوك اللي كدير مثلا اللي هو القرايه مثلا. عمرك تخيل الامور بالطريقه اللي تتخيلها الانسان، حيت الدماغ ديال الانسان تتخيل الامور باللي هذاك قراي هذاك كل ساعه كل ساعه كل دقيقه كل ثانيه راه تيقرا. ما تزاديتيش باش تكون عبد لشي سلوك، خاص كل سلوك من السلوكات اللي كدير يكون مختلف على الاخر باش تعبر على راسك كانسان. قضيه اخرى في الحماس، منين شنو هو المصدر للحماس ديالك فاش كدير شي سلوك مثلا اللي هو القرايه؟ خاصك تسول هذا السؤال مزيان. واش باغي تفرح راسك؟ واش باغي تفرح شي انسان؟ فين كترتاح بالضبط؟ شنو الحاجه اللي تشكل لك الراحه الا جبتي مزيان في هذا المواد؟ هذا هو السؤال اللي خاصك تسول راسك مزيان كل وقيته، خاصك تسوله وتكتبه في شي ورقه باش حتى الا جا داك السؤال اللي تيعكز ديال وعلاش انا كندير هذا الشيء غتلقى واحد الجواب قدامك. هذا كان هذه هي الجمله ديال هذا الفيديو هذا وهذا السؤال. تلاقاو في الفيديو الجاي، ما تنساوش تابوناو في الانستغرام والقناه. الى اللقاء.